بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القواعد وأنواعها. هنتكلم إن شاء الله إزاي نعمل قواعد أيزوليتد فوتنج والستريب فوتنج والكومباين فوتنج. وليكن مثلا عندنا لوحة عاملة زي كده، عايزين نحط القواعد بتاعتها. خلينا في الأول نتكلم على أيزوليتد فوتنج، نشوف إزاي بتتعمل. نيجي من هنا الاستراكشر، نختار أيزوليتد. عندنا أكتر من قاعدة موجودة هنا كده، ممكن نعمل قاعدة جديدة مثلا. إيديت تايب دوبليكيت، وليكن مثلا 2000 في 1800 في وليكن 500. دي القاعدة المسلحة اللي احنا نعملها. اوكي، بقول لك ان القاعدة اصلا موجودة قبل كده، فممكن نختارها خلاص من هنا. 2000 في 1000 مظبوط، موجود عندنا اهيت. اوكي، نبدأ نروح عند كل عمود كده، ضغطة ضغطة كده. في عندنا تحت حاجة اسمها روتيت افتر بليسمنت، ممكن تضغط واحدة عليها. اول ما بتضغط كده ممكن يلف معاك، بيلف معاك ايه القاعدة. ممكن تحط زاوية معينة عاوز تعملها بيها هنا كده، وليكن مثلا 30، وانتر. حط الزاوية ايه، حط القاعدة بالزاوية اللي انت عايزها. وممكن احنا اصلا اول ما واقفين على القطاع بتاع القاعدة كده، واقفين على العمود بتاع القاعدة كده، ممكن بالمسطرة ونلف لف عندنا بالزوايا الموجودة على حسب ما احنا عايزين، على حسب شكل العمود، هي بتلف بالزاوية بتاعت العمود. تمام، ضغطة كده، ضغطة هنا كده وليكن. في عندنا فوق كده شوية اختيارات، ولكن اد جريدز واد كولمز. ممكن مثلا نعملها اد كولمز، نعلم على اعملها كده عملت عليهم القواعد. ممكن نعلم نعمل فينيش، ممكن نعمل اد جريد نفس الكلام. لكن بنفضل اد كولمز لانها بتعمل على الاعمدة، يعني اي عمود بتعمل عليه. انما اد جريد ممكن تعمل لك على جريد، قطع جريدات ما فيهاش اصلا اعمدة. نعمل فينيش، نعمل اد جريد هنا اللي هتعمل دي كده فينيش. حط على كمان هنا وعلى هنا، ولو هنعمل اد كولمز الاف دوت نعلم كده. تمام، الماوس بس فيه مشكلة في السكرول. تمام كده، عملنا القواعد عندنا مسلحة على كل عمود موجود عندنا. هنا في السرين فيو كده نشوفها، هي كل عمود معاه الايه القاعدة بتاعته زي ما احنا شايفين كده. تمام، وليكن بقى عاوزين نعمل طبعا ايه. شوف هنا في هنا مشكلة، ان احنا رسمنا كنا رسمين العملية في الاول كده، منسوب غير المنسوب بتاع العملية دي. فنروح للعملية دي كده، شوف الليفل بتاعها من كام. العملية مرسومة غلط. دلوقتي بقى عايزين نرسم القواعد المسلحة. دلوقتي بقى عايزين نرسم القواعد العادية اللي تحت القواعد المسلحة. هنعمل ايه؟ هنيجي مثلا من هنا كده من structure، ونجيب ايه؟ isolated vertices، ونعمل قطاع قاعدة طبعا أكبر من القطاع العادي. طبعا الأوفست بتاع القاعدة العادية بيكون نفس سمك القاعدة المسلحة. هنعمل ايه طيب؟ يكون عندنا ايه 1800 في 2000 في 2500، نعمل دوبليكيت يبقى 2500 في 2300 في 200 اللي هو سمك القاعدة ايه؟ القاعدة دي. نعمل اوكي، بقول لك برضه اوريدي موجودة عندنا. اختار من هنا كده اللي هي 2500 في 2300 في 200، نعمل اوكي. نيجي هنا كده على كل عمود حط القاعدة. هنروح في 3D فيو كده، هنلاقي عندنا مشكلة صغيرة، لا مش موجودة اللي نعملها أصلا. المفروض إن أنت أول ما بترسم القاعدة ديت بيجيلك القاعدة المسلحة تحت القاعدة العادية. هنشوف المشكلة دي بتيجي إزاي.
هو في الليفل بتاعنا، نرسم عادي اهوت في 3 دي فيو كده، هنلاقي المشكلة هي موجودة عندنا، وتلاقي ايه القاعدة المسلحة هنا كده تحت القاعدة ايه العادية زي ما انت شايف كده. فبتعمل ايه؟ تعمل سيلكت ليها كده اهوت، تيجي عند اوفست وتخليه نفس السمك القاعدة ايه المسلح بتنزل بيه لتحت، يعني القاعدة العادية هي المفروض تنزل مسافة قد ايه؟ مسافة 500، تعملها سالب سالب 500 او لاي، هتنزل تحت زي ما احنا شايفين كده، سالب اوفست سالب 500 نزلت معاك تحت. هنروح بقى في البلان عادي نرسم القواعد، طبعا نختار القاعدة كده ستراكشر او ديت فلوتنج. واحنا بنعمل بقى قبل ما نرسم تاني عشان نحصل مشكلة، نعمل ايه؟ نيجي من هنا كده عند اوفست ونعملها كام؟ سالب 500 اللي هو سمك القاعدة ايه؟ المسلحة. ننزل بالقاعدة العادية، القاعدة المسلحة السمك بتاعها، نعمل ابلاي ونرسم القاعدة بتاعتنا كده. زي ما احنا شايفين كده. نروح في 3 دي فيو. اهي. كلها صح زي ما احنا شايفين. كلها في المنسوب بتاعها، مفيش أي اختلاف خالص. فين؟ في القواعد العادية والمسلحة. في هنا اهوت، دي عايز تنزل بس. ضغط واحد عليها نلاقي الليفل بتاعها كام؟ الأوبس بتاعها زيرو، نخليها كام؟ سالب 500. الله. ولكن دلوقتي عاوزين نرسم السيميلات، فنعمل ايه؟ نروح ليفل 1 كده، نعمل هنا ستراكشر بيم، نحط عندنا بيم، نعمل ايديت تايب، نعمل دوبليكيت وليكن مثلا 250 في كام؟ 500. اوكي 250 في 500. نيجي هنا كده من سنتر العمود ده كده، سواء رسمنا من سنتر العمود او من بره القاعده المسلحه، هو كده كده بيدخل القطاعين في بعض، وياخد حساب القطاع الاولاني بالتقاطع مع القطاع الثاني، يعني بيطلع بيخرج الخرسانه من الخرسانه. في الحصر هيحصل بس الجزء اللي بره ده، والجزء اللي جوه الخرسانه هيحسبه كانه خرسانه عاديه او مسلحه، يعني ما بيزودش حاجه ولا بينقص حاجه. من كده نروح كده في 3 دي فيو زي ما احنا شايفين كتابت عندنا السيميلات موجودة هنا. السيميلات فين؟ موجودة في منسوب القاعدة المسلحة. ممكن لو غيرنا في الزد اوبس كده وليكن خليناها 100 والله، نختار مثلا ده كده الزد اوبس خليناها مثلا 100، القاعدة طلعت فين؟ السيم اللي طلع فين؟ طلع عند رقبة العمود كده بقد ايه؟ 100 مللي، يعني قد ايه بالظبط؟ يعني طلع كده 10 سم فوق. ده لو عاوزين نعمل مثلا قاعدة قاعدة عادية ادوات فوتنج ومربوطة بميدة او سميل، والسميل ده طالع في رقبة الاعمدة، ممكن نعمل السمك اللي احنا عايزينه بتاع او الدبس بتاع الاعمدة اللي احنا عايزينه، في الاخر نعمل اوفست فوق للايه؟ للميدا، وليكن مثلا هي الميدا مثلا مثلا وليكن 70 سنتي، عندك هنا القاعدة المسلحة هنا 50 سنتي والعادية قد ايه؟ 20 سنتي، فانت ممكن ايه تخليهم مع بعض. لو رسمتها في الأول خالص من غير ما تعمل الزد اوفست وهي 70 برضه، هتبقى ماسكة منسوق، هتبقى ماسكة القاعدة المسلحة مع القاعدة ايه العادية، يبقى الميدا كده من أول القاعدة المسلحة لحد هنا كده، لحد تحت خالص بطن القاعدة ايه العادية لحد فوق كده المسلحة. اللي عاوز بقى تطلعها كمان، طلع الميدا كمان مع الفين مع العمود، هتعمل ايه؟ هتعمل سمك اكبر وليكن مثلا 800 وتعمل اوفست 100، هتمسك ايه رقبة العمود كمان معاه، ممكن نزودها فوق خالص كده نطلعها بقى كام وليكن مثلا 600،
طلع فين؟ السهم اللي فوق ماسك رقبة الأعمدة ببعضها، تمام؟ نرجعه زيرو كده، أوفست نخليه زيرو. تمام، ونشيل اد كار ايه موديل كده، خلي الدوس هنا عليكم زيرو هنا عشان احنا هنعمله 100 اصلا. رجعت ايه الميدا المنسوب بتاعها العالي. نرجع كده نروح في الليفل 2 زي ما احنا شايفين كده. لو عايزين بقى نعمل ايه، نرسم وليكن نعمل كومباين فوتنج، هنعمل ايه وقتها؟ طبعا الكومباين فوتنج لازم تكون المسافة بين عمودين ما تزيدش عن 3 متر، من 3 لـ 4 متر يعني. فطبعا انت عاوز تعمل قاعدة شاملة ايه العمودين، فبتعمل ايه؟ ممكن طريقتين للرسم، ممكن نعمل ازوريتد فوتنج بنفس الساعة دي، يعني ممكن نعمل نجيب مقاسات بتاع ازوريتد فوتنج المسافة دي كلها. ممكن نعمل حاجة تانية اللي هي، أو لو طبعا لو القاعدتين العمودين جنب بعض وعملت قاعدتين يخشوا في بعضهم كأنهم إيه قاعدة واحدة. خلينا مثلا نجرب نعمل قاعدتين كده، في مثلا عايزين دول كده، في كام قاعدة من عندنا مش عايزينهم دلوقتي. تمام، هنشوف المسافة من هنا لهنا من العمود ده للعمود ده قد ايه بالظبط. انتيت هنا كده، نيجي كده من الاستراكشر الاستراكشر عندنا كده، ونختار ايزوليتد. نعمل ايه طيب؟ بتاع جديد كده وليكن كام؟ دبل كيت هنخليه وليكن 500 5000 في 2300 في 500. اوكي زي ما احنا شايفين كده. اوكي جينا نحطه هنا كده برضه مش جاي. هنعمله ازاي طيب؟ كان زي من دول كده 4000، خليه ازاي؟ او مغيرناش هنا الويتس بتاعه، يبقى ايه 5000 كده. ابلاي. اوكي شايفين كده ايه كده عندنا ايه كومبايند فوتي جايت ماسكه العمودين ببعض. تمام، عايزين بقى نعمل طبعا القاعده العاديه بتاعته. هنعمل ايه؟ ايه طيب تاني؟ نعمل دبل كيت طبعا، هناخد 5000 في 5500 في 2800 في 2 مللي. اوكي هنا كده 2800 5500 في 200
كده نكون خلصنا الفاونديشن. والسلام عليكم ورحمة الله. هنعمل ايه؟ هنجيب ايزوليتد. نعمل ايه؟ طيب نعمل دوبلجيت مثلا كده، نخليها 5300 في كام؟ 500. خلي السيكونس بتاعتها 500 هنا كده. اوكي، نيجي هنا كده نحط القاعدة المسلحة بتاعتنا، هنروح في 3D فيو هنشوفها زي ما احنا شايفين كده. وليكن بقى عاوزين نعمل ليها القاعدة العادية بتاعتها، هنعمل ايه؟ نفس الكلام بروبرتيز هنا كده، طبعا مختارين ايه؟ ايزوليتد. نعمل ايه؟ طيب دبل كيت 5500 في 2800 في 200 ملي. اوكي اوكي هنا كده طبعا نروح على ايه؟ على الاوفست، نخليه كام؟ سالب 500. اختارها كده، نيجي تاني ايه؟ طيب 5500 في 2800 في كام؟ 200. اوكي نيجي هنا كده الضغط، هنروح فين؟ 3D فيو، هي نفس الكلام نازلة فين؟ تحت. فهنعمل ايه؟ نخلي الاوفست بتاعها موجود سالب 500 اهوت، سالب 500 سلكت كده العادة العادية، خليها سالب 1000 بقى. ننزل تحت فين؟ تحت القاعدة المسلحة بتاعتنا. في طريقة تانية إن احنا نرسم بيها، ممكن نرسم بيها القاعدة الكومبايند فوتنج. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نرسمها على انها غلطة. وليكن مثلا هنعمل ايه؟ مثلا نيجي من هنا كده بنستراكشر، نختار ايه؟ نختار فلور بروبرتيز من هنا كده ايه؟ طيب وليكن مثلا دبل كيت هكون وليكن كام؟ نخليها 500. اف 500 في الكتاب هنا كده طبعا 500. ممكن نغير الماتيريال بتاعتها من كده اللي احنا عايزينها، على حسب الماتيريال احنا قلناها قبل كده. وليكن مثلا ممكن كاستم بليت جراي. اوكي كده عندنا البلاطة اهي، ودي طبعا ريكتانجلر نرسمها. كده احنا ايه؟ رسمنا كومبايند فودنج، لكن الار سي اللي هي المسلحة. عايزين بقى نرسم العادية اللي هي ايه؟ تحتها. هنشوف بس كده في ستريت فيو اهيت موجودة عندنا. تمام، هنرسم بقى القاعدة ايه؟ العادية بتاعتها. هنيجي من هنا كده طبعا
بس البلان. نفس الكلام هنجيب فلور بروبرتيز ايديت تايب نابليكيت اف ولكن 200 طبعا هنخليها كام 200 اوكي اوكي نعمل هنا اوفست ممكن 500 عشان نيجي نرسم يعمل لنا اوفست خارجية عن الدوات اللي زي ده انتوا شايفين كده معلش اوفست اهوت كده رسم لنا البلاطة الجديدة على اوفست من بره 500 اللي هو ايه السلوك بتاع العادة المسلحة شايفين كده مفيش نروح 3 دي فيو هنلاقي ايه القاعدة المسلحة وتحتها ايه القاعدة العادية وتحتها القاعدة المسلحة نمسك كده خلي الاوفست بتاعتها كام سالب 500 نزل تحت عندنا وبكده نكون رسمنا ال دلوقتي لو عايزين نرسم الستريت فوتنج هنعمل ايه؟ هنيجي من الستراكشر برضه عادي ونعمل لكم مثلا نرسم وول كده عادية خالص اي حاجة عندي كده السلك دوت 3 دي فيو حاجة موجودة عندي دوت تمام نيجي في الليفل 1 نختار الوول كده في عندي نوعين من الوول اول واحد اللي هو البيرنج فوتنج والريتيننج فوتنج ايه الفرق بين الاثنين البيرنج فوتنج بيخلي الحيطه في نص الستري فوتنج بالظبط الريتيننج فوتنج بيخليها يا اما في الحرف في يمين او شمال او ممكن يعمل مسافات في حاجه اسمها الديل حاجه اسمها ايه الريب هنشوفها دلوقتي ولكن خلينا في البيرنج كده كل اللي هنعمله سيلكت بس على الوول هيعمل هو الايه هيعمل هو الستري فوتنج وليكن مثلا نخليها نعملها سيلكت كده يبقى احسن ليفل 1 وليكن مثلا نخليها كده ونعدل نخليها ايه ريتيننج وفوتنج هنا ايه طيب شوف زي احنا شايفين هو حول عمل ريج وعمل دي لايه للفوتنج الستري فوتنج اللي عندنا نعمل ايه طيب كده في عندنا هنا اللينس الطول بتاع الرجل واللي هي اللينس الطول بتاع الديل والفوق الفاونديشن سيكنس السمك بتاع طبعا ايه الستري فوتنج ممكن نغير فيه نخلي مثلا الرجل وليكن مثلا 500 وابلاي كده هذه زي ما احنا شايفين عندنا ممكن نخليها زيرو زي ما احنا شايفين كده ابلاي بقى الرجل خالص كله ديل ممكن نخلي الديل اكبر من كده وليكن مثلا 700 طبعا مش كده بس انا ايه بوريكم ايه الاختلاف خلينا مثلا التوي عليكم 500 ورجل وليكن ايه 400 ابلاي زي ما احنا شايفين كده ممكن نغير فيها على حسب ما احنا عايزينه فاونديشن سيكنس السمك بتاع الستري فوتنج ممكن نغيره وليكن نخليه 500 زي ما احنا عايزينه مش اي مشاكل تمام نروح نشوفها كده في 3 دي فيو اهي عندنا اهي نغير شكلها ونلف كده تمام دلوقتي بقى لو عندنا عاوزين نعمل ايه نرسم الرافت كده لبش عندنا عشان لما انت عامل دول بنعمل ايه نيجي من هنا برضو استراكشر ونجيب سلاب نرسم عادي بامر لاين كده مثلا او اي امر من دول على حسب شكل الرافت اللي احنا عايزينها وعادي خالص على حسب برضو الابعاد بتاعتنا اللي احنا عايزين نرسمها اوت كده نعمل فينيش هنروح 3 دي فيو نلاقي الرابت بتاعتنا هي اترسمت فين مع العملية كلها موجودة عندنا تمام نروح بقى في الليفل دو تاني فيرتكس ممكن نيجي من هنا كده والفيزابيلتي اللي عندنا نعمل لها ايديت
كده كله باين ريفرنس سيكيورتي. ممكن نخليها كل حاجة واير فريم عشان أي حاجة مرسومة تكون، يعني لو عندنا مثلا فراغ في اللبشة أو عندنا مثلا عمود مش باين أو أي حاجة، الواير فريم ده يظهر كل حاجة موجودة عندنا. اهو احنا شايفين حتى الانديكيشن بتاع الهاتشنج بتاع اللبشة ظهر تمام.